تفسير رؤية السرة في المنام. السرة هي جزء من عضو في الجسم، وهو المسؤول عن توصيل الطعام للطفل. يكون مرتبطا بالطفل، ولذلك سمي سرة، ومنه الحبل السري الذي يربط بين الأم والجنين. ورؤية السرة في المنام تدل على الأهل والعشيرة، وعلى صلة الرحم ورؤية ما بها من ضرر يدل على الإساءة للأهل، ورؤيتها جميلة يدل على العلاقات الطيبة. في هذا الفيديو سوف نوضح بالتفصيل تفسير رؤية السرة في منام الرجل والشاب والأعزب والعزباء والمتزوج والحامل والمطلقة. تابعوا معنا هذا الفيديو. حيث يقول ابن سيرين في تفسيره هذا: رؤية السرة في المنام تدل على الزوجة أو الحبيبة. أما رؤية السرة جميلة ومزينة يدل على التمتع بالصحة الجيدة. رؤية مرض السرة أو سوء بها يدل على مرض أحد الوالدين، لا قدر الله. رؤية السرة للرائي المسافر يدل على عودته إلى موطنه بالسلامة والعافية. رؤية ألم السرة في منام الرجل المتزوج يدل على سوء معاملته لزوجته. تفسير حلم السرة البارزة للعزباء. رؤية تنظيف السرة للعزباء يدل على صلة الرحم والترابط القوي مع العائلة. رؤية تنظيف سرة الغير يدل على الإصلاح بين الناس، وإصلاح علاقة شخص بينه وبين أبويه. أما رؤية السرة للفتاة العزباء خاصة يدل على اعتمادها على أمها. تفسير حلم السرة البارزة للمتزوجة. رؤية السرة البارزة أو المتفقة يدل على تحملها كثير من المسؤوليات والتبعات. أما رؤية الرائحة الكريهة للسرة يدل على مرض الرائية. رؤية السرة الغائرة للمتزوجة يدل على بعد أبنائها عنها. رؤية خروج حشرات من السرة يدل على متاعب الأولاد وسوء أحوالهم أو عقوقهم. أما رؤية الآفة في السرة يدل على قطع صلة الرحم. تفسير حلم السرة للحامل. رؤية انتفاخ السرة للحامل يدل على تحملها كثير من المتاعب والآلام. رؤية وجود أكثر من سرة في منام الحامل يدل على كثرة النسل من البنين والبنات. رؤية الحامل أنها تنظف سرة مولود جديد يدل على ولادة ولد بار بوالديه ويحسن إلى الغير. رؤية السرة في المنام للحامل يدل على مولودها الجديد طبعا. تفسير حلم خروج الصديد من السرة. رؤية خروج الصديد من السرة في منام المتزوجة يدل على تقصيرها في حق زوجها وأبنائها. رؤية اختفاء السرة تدل على موت أحد الوالدين. رؤية خروج صديد من سرة الفتاة يدل على سوء سلوكها. تفسير حلم خروج دم من سرة البطن. رؤية خروج دم من السرة المتزوجة يدل على الولادة إذا كانت حامل. رؤية تنظيف السرة من الدم يدل على إصلاح العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية وإصلاح الزوجة مع زوجها. رؤية الحبل السري يدل على طول العمر وعلى مصدر المال وعلى وفرته. رؤية قطع الحبل السري يدل على قطع النفقة مع من يعولهم.